بيكم مشاهدينا فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. جه بقى اصعب وقت بالنسبه لاي ام وهو بدايه الوقت الدراسي. ساعتها بقى امهات كتيره جدا بتتعامل مع ممكن نقول تو جروبس كده او مجموعتين من الاطفال. اول مجموعه الامهات اللي بتقول والله انا اولادي بقى هم واخدين على الجانك فود والحاجات اللي فيها مواد حافظه، انا مش قادره اغير من العادات دي، فهي استسلمت، هي مش قادره تعمل اي حاجه. والنوع الثاني ما عندوش الوعي الكافي ان هو ينمي حاجات جديده عند الاطفال او بيهيفير وسلوك مختلف عند الاطفال، بالذات في جزئيه النظام الغذائي. عشان كده النهارده احنا عاملين سيجمنت كامله هنتكلم فيها على ازاي انا اقدر اعود ابني او بنتي على نظام غذائي سليم، وازاي اقدر اغير من عاداتهم، وازاي ميديكلي ده هياثر عليهم. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور محمد الوصيفي، استشاري العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، ماجستير السمنة والسكر جامعة القاهرة، دكتورة إكلينيكية جامعة القاهرة، دبلومة التغذية العلاجية. أهلا بك يا دكتور محمد، منور شاشة إكسترنيوز. اول حاجه يا دكتور، احنا لما بنيجي نتكلم عامه على الاوبيسيتي او زياده الوزن، ما بنجيش نقول ان الاطفال ممكن يعانوا من حاجه زي كده، او ان الامهات عند مرحله عمريه معينه لازم يخلوا بالهم وياخدوا كورس اوف اكشن وخطه علاج، او ستيب على الاقل ان الطفل ياخدوه يروحوا بيه طبيب مختص. تمام. في امهات كتيره يمكن هتتفرج علينا دلوقتي وتقول طب انا عايز اعرف ليه ابني او بنتي مش زي الولاد التانيين، ليه وزنهم زياده عن الطبيعي وما بيحرقوش زي الاطفال التانيين. تمام. هو قصه تغذيه الاطفال، هو احنا بنواجه معضله في تغذيه الاطفال. أوكي. لان اجسامنا احنا ككبار ممكن نمنع عنصر او عنصرين مش هياثر علينا كنمو، اما الطفل في مرحله نمو فالاكل بتاع اولادنا اللي بيتخنهم هو نفس الاكل اللي بيكبرهم. أوكي. ففي معضله كبيره جدا في تغذيه الاطفال. عشان كده في البدايه لما يجي طفل عنده زياده وزن بكون احيانا بنعرف الاهل ان هدفنا بيكون هو تثبيت الوزن. تمام. ومش انقاص الوزن. فعلى المدى البعيد لما الطفل يطول 10 سنتي هو كده قدر تقريبا يخس 10 كيلو. أوكي. ففي الهدف في البدايه بيكون هدفنا هو تثبيت الوزن. زمان كان في حاجه اسمها الهرم الغذائي، كان هرم زي المثلث كده بتكون قاعدته نشويات نقدر ناكل منها كميه كبيره. اللي احنا كلنا بنشوفه. والفوق بس السكر والزيت. اوكي. جم عدلوه خلوه هرم الغذائي لما لقينا ان في بعض الديل الابيض غير الديل الاسمر، ان اللحم المقلي غير اللحم المشوي. تمام. فبداوا يقسموه بالطول وسموه هرمي الغذائي. هرمي الغذائي ده بنخلي الكميه اللي بنقدر ناكل منها كميات كبيره تحت زي الديل الاسمر والديل الابيض خليناه فوق، واللحوم المشويه تحت واللحوم المقليه اصبحت فوق. بعد كده المنظور الجديد في تغذيه الاطفال اللي هو الماي بليت. الماي بليت ده هو عامل زي السيرفيس كده، طبق يمكن معظم الامهات اشتريته وعندها في البيت، اللي هو مقسم البورشنز. مظبوط. مقسم الى 5 بورشنز. اوكي. 4 مربعين وفي دايره في النص كده. الاربعه المربعين واحد فيه البروتينات والتاني فيه النشويات وواحد خضروات والرابع فاكهه، وفي النص بيكون كوبايه اللبن او كوبايه الزبادي. تمام. المفروض اي طفل سوي، واقصد هنا بكلمه سوي ان هو ما عندوش زياده في الوزن. أوكي. وما عندوش نحافه. يقدر يخلص الماي بليت في الثلاث وجبات، في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. بنيجي في حاله زياده الوزن، احنا ممكن نبدا نقلل في الكميات، يعني بنبدا الطفل اللي بيعاني من زياده الوزن ممكن نبدا نقلل في كميات الطعام اللي بيتناولها. الافضل ان انا اقلل في الكميات ولا اغير نوعيه الاكل؟ لان في اطفال واخده على كميات اكل معينه، مش هيحاول ان هو ينقص عن كده، يبقى صعب ان انا اعوده على سلوك جديد. مظبوط. هو احنا بنبدا ستيب باي ستيب، احنا بنبدا نسيب نفس نوعيات الطعام ونبدا نقلل في الكميات اولا. ثاني لو الطفل استجاب وبدا ينزل كان بها، ما كانش بنبدا نغير بعض نوعيات الاكل، نبدا نستبدل العيش الابيض مكان بالاسمر، نبدا نستبدل بعض الحاجات المقليه بالمشويات، وممكن نمنع صنف او صنفين، ولكن بنمنع في وجبه العشاء ابدا ابدا، ما بنمنعش في وجبه الفطار. تمام. فده ده هو منظور الماي بليد. على سبيل المثال وجبه الفطار ممكن الطفل ياخد العيش، ياخد البروتين زي البيض. أوكي. ياخد الخضروات. يشرب كوبايه اللبن. وبنسيب الفاكهه ممكن نخليها كسناك بين الفطار والغدا، تصبيره كده بين الفطار والغدا. وهكذا في الغدا نفس القصه، ممكن ياخد الرز او المكرونه واللحوم والسلطه او الخضار، وبيتبقى عندنا الفاكهه واللبن. ممكن ياخد بين الفطار والغدا مثلا موز باللبن، ممكن ياخد كوبايه زبادي وثمره فاكهه مانجا الى اخره. طب لو هما ما بيحبوش نوعيه الاكل دي يا دكتور،
انا بقى هقنعه ازاي؟ ما احنا مش بنفرض نوعيه اكل معينه، هو في تغذيه الاطفال مش بنفرض عليه نوعيه اكل، احنا بنسمح بكل شيء. اوكي. احنا بنبدا ستيب باي ستيب. ممكن نتحكم في الكميه. بنبدا نتحكم في الكميه وممكن نشيل في وجبه العشاء. تمام. لو اضطرينا لكده. وهكذا، وبعد كده الطفل بيبدا ينزل وزنه تدريجيا او ممكن ما ينزلش وزنه، وبنثبته ولما يطول يبدا ايه هو الميتابوليزم بتاعه او سرعه الحرق عنده مختلفه عن اي حد بالغ او ناضج. طبعا سرعه الحرق عند الاطفال عاليه جدا. أوكي. اضعاف من البالغين او الناضجين. تمام. دي بالنسبه لتغذيه الاطفال. تمام. واحنا مقبلين على يوم المدرسه، حضرتك لما قلت الفصل الدراسي اصعب مرحله بقى لكل ام، فممكن نضرب مثال للتغذيه كيوم دراسي، التغذيه في اليوم الدراسي ممكن ولادنا لازم نصحي اولادنا بدري يفطروا. اوكي. يعني الامهات ما تكسلش انها تصحى تفطر وتفطر اولادها. وجدوا ان الطفل اللي ما بيفطرش تركيزه بيقل 20% في التحصيل الدراسي في اول 3 حصص عن الاطفال اللي بيفطروا. تمام. ممكن صحي تفطر اولادها بالماي بليت، تختار منهم حاجتين، يا اما تختار العيش والبروتين والخضروات كفطار وياخد الفاكهه مثلا معاه كسناك في المدرسه، او ممكن في البيت يتناول كوبايه اللبن او الزبادي مع الفاكهه وياخد معاه مثلا ايه السندوتشات في المدرسه. يعني لازم حاجه في بدايه اليوم. لازم حاجه في بدايه اليوم، دي بترفع التركيز 20%. تمام. تمام. بعد الرجوع من المدرسه ممكن يجي الطفل ياخد شاور صغير كده وياخد ثمرتين فاكهه، احنا بنفضل ان هو ياخد ثمرتين فاكهه وما ياخدش الوجبه الرئيسيه لما يرجع من المدرسه. ليه بقى يا دكتور؟ وبطبيعه الحال اطفالنا احنا مش منظمين في حياتنا بصفه عامه، بنسهر كتير، الطفل بيجي مجهد جدا من المدرسه، لو اكل وجبه تقيله بيبدا الدم كله يروح للمعده، بيحصل خمول وكسل. تمام. مش هيقدر يحصل كويس، مش هيقدر يستوعب كويس، حتى احنا بنلاحظ ان اولي الثانويه العامه دايما بيذاكروا بالنهار، لو جيت تسال اي حد اولي الثانويه يقول لك انا بذاكر بالنهار، وتلاقيه بيذاكر ساعتين ثلاثه. تمام. غير مذاكره الليل، فهنا في فرق. فنفضل ان الطفل يرجع ياخد ثمرتين فاكهه، يبدا يحل الهوم ورك بتاعه، يبدا بالواجب الصعب بعد كده السهل، لما يخلص هوم ورك يتغدى، بعد كده يلعب عشان يحرق اللي هو اكله، بعد كده يذاكر شويه ويتعشى ويذاكر تاني، وبعد كده ينام عشان يصحى بدري يفطر. تمام. تمام. في بلدان زي مثلا زي السويد وبلدان اوروبيه كتير بيعلموا اطفالهم ازاي ياكلوا صح. تمام. حتى بيعلموهم ان هم ياكلوا الاكل اللي له اب وام. الاكل ليه اب وام. له اب وام. على سبيل المثال مثلا يقول لك البرتقانه جايه منين؟ نقول مثلا جايه من الشجره اللي هي جايه من الارض. تمام. التفاحه جايه منين؟ من الشجره اللي هي من الارض. طب اللانشون جايه منين؟ منين؟ مش معروف جاي منين. اوكي. السوسيس جاي منين؟ مش معروف جاي منين. الشيبسي جاي منين؟ مش معروف جاي منين. حتى الشيبسي الحاجات دي بتبقى شويه داخله في جزئيه الادكشن او الادمان عند الاطفال. مظبوط. انا ما ينفعش ان انا اشيلها من روتين يومه، لان هو غصب عني هو هيروح المدرسه ممكن يشتري الحاجات دي. هو في البدايه مين اللي دوق اولادنا الحاجات دي؟ ايه اللي عرفهم بالحاجات أكيد دي؟ اكيد يعني الاباء. الاباء. فالخطا بيقع على عاتق الاباء. احنا لما نعرف ان ال WHO وال FDA قالت ان تناول 50% بس من البروسيسد ميت سواء كان لانشون وخلافه بيزود اصابه سرطان القولون بنسبه 20%. اوكي. وكمان في ابحاث كتير في امريكا وكندا قالت ان تناول واحد بس سوسيس في اليوم يوم بعد يوم، مش كل يوم، بيزود احتماليه الاصابه بسرطان الدم 9 مرات. 9 مرات. عشان كده في اخر 10 سنين المستشفيات مليانه. تمام. والريت بيعلى كمان. والريت بيعلى. طب الكيس اللي قدامي دي يا دكتور، يعني في ناس كتيره بتقول طيب انا لو انا عايزه اوصل للافتر بقى، يعني انا دلوقتي في البيفور. تمام. هاخد فتره قد ايه؟ ديوريشن قد ايه؟ وفي انهي فئه عمريه انا بتكلم عليها تحديدا؟ احنا خططنا في الاطفال بتكون خطط طويله المدى. يعني بيكون خطط طويله المدى، احنا مش بنستنى ان الطفل ينزل بسرعه كبيره عشان ما ناثرش على النمو، الاطفال. أوكي. دايما بيمروا بمراحل نمو، فاحنا ممكن ناخد وقت كبير. يعني مثلا في الكيس دي انا اكيد ما استخدمتش بقى الماي بليت بس، انا عملت معاها ايه؟ لا، هو استعمل ماي بليت واستعمل شويه رياضه. اوكي. رياضه للاطفال. رياضه. انا بتكلم على نوعيه ايه بقى من الرياضه، اللي هو الكارديو العادي والمشي شويه ولا ايه؟ هو المشي العادي خالص. أوكي. والجري البسيط وخلاص، مش اكتر من كده. يعني تمام. هو الموضوع سيمبل، الموضوع مش صعب، احنا مش لازم نكون اجريسيف مع اولادنا، هو الموضوع بيجي يعني جراديوال. بالتدريج شويه. تمام. كمان يعني مثلا كمان اولادنا الشيبسي مثلا. تمام. بصفه عامه بدون ذكر اسماء، في اقل، يعني WHO قالت ان في اقل من 40% من مكوناته بطاطس، و60% اقل من 40%. اقل من 40%. انا هتكلم دلوقتي على العادات السيئه عامه عند الاطفال وازاي نقدر استبدلها او احط الترناتيف، بس انا عايز اعرف يا دكتور عملت ايه مع الكيس دي. الكيس دي قدر ينزل تقريبا 30 كيلو. اوكي. فتره قد ايه بقى؟ اخذ تقريبا سنه.
سنه. اه اخذ سنه. ده افريج اللي هينزل فيه وزنه ولا ده الطبيعي ولا ده النتيجه النهائيه؟ لا هو ده اصبح النتيجه النهائيه بالنسبه له. اوكي. يعني هو كده وصل لازم هو قدر بس قبل كده هو كان اوبيس. هو كان اوبيس يعني هو كده وصل لمرحله السمنه المفرطه. مظبوط. عند الاطفال ممكن اقول ان امهات كتير هيخافوا اي انترفنشن او يعملوا اي انترفنشن او تدخل جراحي. هيمشوا على حاجه سيف. مظبوط. على حاجه امنه ملهاش اي ريسك ملهاش اي عواقب على حياه الطفل عامه. مظبوط. استخدمنا بقى معاه ايه هنا؟ هو سيمبل دايت واستعملنا شويه يعني سيمبل دايت واعتمدنا شويه على الماي بليت. أوكي. وكمان الرياضه يعني هو قصه علاج الاطفال بتكون قصه بسيطه. اهم شيء اقناع الاطفال. احنا اطفالنا شويه عنيده في اليومين دول شويه فقصه ان الطفل بيبدا يقتنع. أوكي. بعد كده بيكتسب حاجات ما كانش بيقدر يعملها يعني بيلاقي نفسه بيجري مع اصحابه كويس بيقدر يلعب كويس بيقدر يتحرك كويس فهو المكتسبات دي الطفل نفسه بيقتنع بيها ويبدا يحاول يضحي عشان تفضل موجوده معاه ومستمره معاه. وبعد كده احنا في الاطفال كمان بنبص لللونج تيرم يعني. أوكي. علاجنا دايما بيكون بعيد المدى. فتدريجيا كده بنقدر نوصل اللي احنا عايزينه مع الاطفال. طب اليوم الدراسي بقى يا دكتور يعني احنا بنتكلم على الايام العاديه وازاي نظبط النظام الغذائي عامه. تمام. اليوم الدراسي مختلف. اه يعني هم بيقعدوا فترات طويله جدا في المدرسه انا ما عنديش كنترول على طفلي بنتي او ابني وهو بعيد عني. تمام. ساعتها بقى همشيه على نظام غذائي سليم ازاي؟ موضوع ماي بليت ده انا مش قادر اتحكم فيه في المدرسه ولا ده انا برضو هبعته مع المدرسه؟ انا هو بطبيعه الحال بيفطر في بيته وباخد معاه السناك باخد معاه الفاكهه. اوكي. وباخد معاه ما ياكلش وجبه رئيسيه بره. هو الموضوع مش كبير يعني الموضوع الجاب اللي بين الفطار والغداء ما هوش كبير. أوكي. الا لو في مدارس مثلا يوم كامل بتدي وجبات ممكن ساعتها الطفل ياخد الوجبه بتاعته في المدرسه اللي هي مدارس اليوم الكامل. أوكي. بس احنا مدرسه الصفه عامه اليوم مش طويل هو الطفل لو فطر هيجي بعد 3 ساعات بياخد السناك وبعد كده بيرجع البيت يتغدى. فهي قصه مش صعبه ولكن عايزه يعني موديفيكيشن لايف ستايل وعايزه تغيير. شويه توعيه للامهات وعايزه شويه توعيه واقناع للاطفال. هو الموضوع مش صعب هو الموضوع سهل وسيمبل وبسيط وكمان الاطفال بيستجيبوا يعني الطفل لما يعرف مثلا ان اللانشون بيضره ان هو لسه في مرحله برضو ان هو بيحاول يكتسب عادات جديده هو عنده القابليه ان هو يغير من سلوكه. تمام. عنده القابليه ان هو يتغير وبيستجيب وبيقتنع. بس المشكله بقى عند الامهات ان بالذات في المرحله العمريه اللي احنا بنتكلم فيها دكتور محمد بيقولوا انا مش عايز احط ابني او بنتي في مرحله او مود الستارفيشن او ان انا بعمل له حرمان. تمام. لان ممكن شعرها بقى يقع ممكن بشرته مش عارفه تحصل لها ايه ممكن حاجات كتيره جدا شايفين ان انا كده باذيه. والله لما هو يكبر لو هو عايز يغير من شكل جسمه ده قراره. مظبوط. التفكير ده صح ولا غلط؟ لا التفكير ده سليم وصح جدا. وشعر الاطفال ممكن يقع. أوكي. بالفعل لو اتحط تحت ستريس يعني في امهات كده مش من النظام الغذائي الجديد من النظام الغذائي الجديد لو الام اجريسيف شويه مع ابنها وممكن الطفل يبقى فيه شويه ستريس عنده يبدا شعره يقع. اوكي. وكمان في اطفال بتيجي يعني في قصه سقوط الشعر مثلا اطفال ممكن طفل يجي يشتكي من سقوط الشعر فاحنا رقم واحد بنبص على السنان بنطلب زياره دكتور الاسنان ودكتور الرمد. تمام. لان الاطفال بتيجي في مرحله عمريه معينه ما بتقدرش تعبر ما بتقدرش تقول ايه اللي جواها ايه التعب اللي حاسين بيه فبيحصل مشكله في الاسنان تؤدي الى تساقط الشعر مشكله في النظر تؤدي الى تساقط الشعر. ففي علاقه كبيره جدا بين الحاله النفسيه والاستريس وتساقط الشعر. اوكي. تمام. طب العكس بقى في ولاد كتيرة جدا بيبقوا مولودين جيناتيكلي عندهم نحافة هما بيعانوا من الموضوع ده. مظبوط. في أمهات بقى شايفة طب أنا بأكلها كل حاجة أو بأكله كل حاجة وبحط كل الحاجات المفيدة في الدايت أو في النظام الغذائي وبرضه وزنهم ما بيزيدش. نتعامل معاها عن طريق بقى كورس دوائي أو إن أنا ساعتها ممكن أستخدم سبلمنتس معينة ولا برضه الموضوع معتمد صرف على النظام الغذائي؟ هو في البداية بنعتمد على النظام الغذائي. تمام. وبعد كده بنبدأ نطلب شوية تحاليل يعني بنشوف الغدة عند الأطفال. الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية. أوكي. تمام. بنشوف مثلا شويه ستول ويورين اناليسيس بنشوف في الطفل بيعاني من مشاكل في المعده في ديدان في سوء هضم نبدا نعالجها ستيب باي ستيب. تمام. بنشوف مثلا ممكن يكون الطفل عنده هايبر اكتيفيتي ده بيخلي مثلا الميتابوليزم بتاعه عالي بيكون عالي فما بيبقاش وزن كبير. أوكي. ممكن الطفل بيكون عنده شويه مشاكل في النيورو بيكون مثلا عنده الرسم المخ مثلا بيكون عالي في بعض المشاكل فده الميتابوليزم بتاعهم بيكون اعلى شويه
فبنبدا بنشوف المشكله ستيب باي ستيب، وكل حاله بيكون لها نظامها المختلف وهكذا. بس انت يا دكتور مع جزئيه ان انا ادخل في النظام الغذائي موضوع السبلمنتس والفيتامينز علشان شعرهم علشان ما يحصلش اضرار معينه، ولا الموضوع ان انا زي تساقط الشعر ده بحله بطرق ثانيه؟ والله احنا بنكسكلود كل المشاكل، كل الاسباب الصحيه، كل الاسباب الصحيه. ولو اضطرينا بعد كده للسبلمنت او الميديكيشن ممكن بتكون بقدر معين وبحساب معين، باكستنت معينه برضه. بقدر معين وبحساب معين. طب لو بتكلم على مشكله تساقط الشعر عند الاطفال، انا بقى بحلها ازاي؟ البروسيس شكلها عامل ازاي؟ هو بالنسبه للتغذيه وعلاقه التغذيه بتساقط الشعر، احنا دايما يعني في الاجنه بيكون المنشا الشعر والجلد والاظافر بيكون منشاهم واحد من طبقه الاكتوديرم. تمام. فحتى بنلاقي كل الميديكيشن اللي بتغذي الشعر هي نفسها اللي بتغذي الجلد، هي نفسها اللي بتغذي الاظافر. اوكي. عشان كده يعني ممكن نشبه الشعر ببساطه كده زي النبته او زي الشجره. فالشجره لها جذر ولها جزع ولها لون ولها وجواها ميه، والشعره كذلك لها جذر ولها جزع ولها لون اللي هو الميلانين، وجوه الشعر البروتين، وكمان ربع وزن الشعر عباره عن ميه. تمام. وده بفسر ان في بعض الناس عندهم شعرهم تقيل شويه وبعض الناس شعرهم خفيف شويه، بيرتبط بالاكثار من شرب الميه. تمام. ده بالنسبه يعني علاقه الشعر والاظافر ببعضها ونظام التغذيه. بالنسبه ان انا بقى اعالج مشكله كبيره عندي زي مثلا ان انا لا دلوقتي هو الموضوع بدا شعر بنتي يخف قوي قوي، انا مش عارف اتعامل، انا مش عارف اخد الكورس اوف اكشن، ساعتها انا بقول والله هو صعب شويه برضو ان انا في سنها ده اخدها لطبيب مختص ويدخلها في متاهات لا انا مش عاملها اي حاجه وهتم بس بالاكل شويه. ده صح برضو؟ ده صح جدا. بس ممكن ندي نصيحتين صغيرين كده، ان لو كملنا بقيه التشبيه. احنا قلنا الشعر زي الشجر. أكيد. فلو حد عنده بشره دهنيه او شعر دهني، لو اكثرنا في استعمال الزيوت زي ما نكتر ميه للشعر. تمام. يبدا بيكون من السهل خروج الشعر. أوكي. فاصحاب البشره الدهنيه المفروض ما يكتروش من استعمال الزيوت والكريمات. تمام. اما اصحاب البشره الجافه بيختلف. أوكي. والشعر الجاف احنا ممكن نحط زيوت ونحط كريمات عشان نغذي شعرنا شويه. تمام. في علاقه طبعا بين التغذيه والشعر. فاحنا مثلا لو ممكن نربطها كمان بالحروف الابجديه للتسهيل، يعني مثلا حرف الاي اللي هو فيتامين اي اللي موجود كتير جدا في الجزر، ده بيقلل مثلا الحكه وبيقلل الدهون، فهو مفيد جدا لاصحاب الشعر الدهني. اوكي. وبيقلل كمان من حبوب الشباب. حرف البي مثلا فيتامين بي والبيوتين، البيوتين اللي موجود في الاحشاء، وفيتامين بي 6 وبي 12 اللي موجودين في الشوفان والحبه الكامله، دول كمان بيقللوا من ظهور الشعر الابيض وبيقللوا من العجز عامه. من العجز بصفه عامه. اوكي. حرف السي فيتامين سي اللي هو الانتي اوكسيدنت القوي اللي موجود في الكيوي والفلفل والبرتقان والليمون، زيه زي فيتامين بي، بيقلل من العجز وبيدي حيويه للشعر اكتر. تمام. فيتامين دي برضو ادي الاطفال الفيتامينز دي تحت اشراف طبي. ما هو فيتامين دي موجود في الغذاء، يعني مثلا موجود في الكيوي، موجود في الفلفل، موجود في اليوسفي وفي البرتقال. تمام. فيتامين دي طبعا هو مصدره 95% منه شمس. أوكي. يعني حتى التابلمنت والتابلتس بتاعته ما بتعوضش الشمس ايا كانت، حتى لو انجكشن ما بتعوضش الشمس. فيتامين دي هو الفيتامين القوي اللي بيلزق الكالسيوم على العظم، وهو كمان الفيتامين القوي اللي بيخلي الشعر يطول، يعني بيخلي الشعر يطول كويس جدا، يعني الشعر بيكون طويل جدا عند الناس عندهم فيتامين دي كويس. تمام. ومن اسباب عدم طول الشعر ان هو عدم التعرض للشمس. مرتبطين ببعض. حرف الاي اللي هو فيتامين اي اللي موجود مثلا كتير في المكسرات، ده مسؤول بوصل الدم لاطراف الشعر. احنا بنلاقي الناس عندهم شعرهم بيحصل فيه سبريتنج انقسام كده، انقسام في الاخر. ده بيرجع لقله فيتامين دي، نقص فيتامين اي. فيتامين اي لان هو اللي بيوصل الاكسجين لنهايه لاطراف الشعر. تمام. مثلا حرف الاف اللي هو الحديد، الفرس الحديد اللي هو الهيموجلوبين اللي بيشيل الاكسجين ويوصله للشرايا، ده مهم جدا في علاج تساقط الشعر، مهم جدا لطول الشعر. حرف الاو اللي موجود في الاوميجا 3، احنا ممكن نلاقي واحده بتحط ايدها في شعرها بينزلق كده كويس، وممكن الشعر متشابك. اوميجا 3 بتساعد على انزلاق الشعر وبتمنع تشابك الشعر. الزنك اللي موجود في مثلا في المحار
ده بيبقى كل حاجه برضو، يعني كل فيتامين بيبقى مسؤول عن حاجه معينه، واهم حاجه ان الامهات تقرا اكتر وتعمل ريسيرش اكتر. مزبوط. وتحاول ان هي يبقى عندها وعي كافي، وان شاء الله باذن الله هنكمل كلامنا فقرات جايه. انت نورتني يا دكتور محمد. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بشكر دكتور محمد الوصيفي استشاري العلاج الطبيعي جامعه القاهره، ماجستير السمنه والسكر جامعه القاهره، دكتوراه اكلينيكيه جامعه القاهره، دبلومه التغذيه العلاجيه. مشاهدينا بكده كون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله، رعايه الله.